شريف، عايز اسالك من وجهه نظرك الاستهزاء الاهتزاز اللي بيمر بيه اتحاد الكره خلال الفتره الحاليه دي ممكن يكون اسبابه ايه؟ هو مش الفتره دي بس، طول عمرنا بس كده اتحاد الكره كده. فترة تعتبر طول عمر الانديه اقوى من اتحاد الكره، طول عمر الانديه اقوى من اتحاد الكره. وطول ما العمل الاحترافي بيديره هواه ومتطوعين هيفضل بالوضع ده. اتفق معاك جدا. طول ما عمل احترافي واي حاجه بتنجح، اي شركه بتنجح، ايه، ناس محترفه بتتقاضى اجر. صح. اجر محترم. بعرف احاسبه، اسيبه، اعاقبه، يبقى في ثواب، يبقى في عقاب. كل ده. لكن طول ما انت حضرتك دلوقتي الناس دي اخطات، احاسبهم باي منطق؟ صح. اخطات، مش هقول لك بقى، ما بتكلمش في زمن ماليه، اخطات في قرار او اخطات في تصرف او يعني مجموعه قرارات ادت بالكره المصريه مثلا انها تتعرض لعقوبات او احاسبهم ازاي؟ ما بتكلمش في ازمات ماليه او سرقات او الكلام ده. فطول ما اتحاد الكره اضعف من الانديه هيفضل الوضع زي ما هو. طول ما من يدير العمل الاحترافي الرياضي في مصر هم مجموعه من الهواه او المتطوعين زي ما بيقولوا. انت بتيجي تقول له وتكلمه تقول له انت عملت ده غلط ليه؟ انا متطوع، انا باكل منها ولا بشرب منها؟ صح. انت فاهمني؟ فطول ما هو الموضوع بيدار بهذه الطريقه، او المسؤولين عن الكره في مصر او الرياضه حتى التحديات الثانيه، ما نفس الشيء برضه. ما انت المشكله ايه؟ هو بيبقى موظف سابق ايا كان التايتل بتاعه. صح. خلاص، فيقول لك فلان الفلاني فلان الفلاني ورئيس اتحاد كذا. ماشي، ممكن ما يكونش لعب اللعبه دي اصلا، يعني ممكن ما يكونش ده، ما بتكلمش على الكوره بس، ممكن ما يكونش لعب اللعبه دي. لكن هو بيدور على تايتل يقضي بيه بعد ما طلع معاش مثلا او اخرج على المعاش، يقضي بيه حياته، يبقى حياته تايتل، يسافر بيه بره ويبقى رئيس بعثه ويبقى مش عارف ايه ومسؤول عن الاتحاد، يقعد في جمعيه عموميه والكلام ده كله والقصص دي وخناقات بقى على السفر والكلام ده كله. طول ما اللي هو بيديره عمل احترافي هيفضل حال الرياضه المصريه بهذا الشكل، وحال الكره المصريه اللي هي عنوان مصر او عنوان الرياضه في مصر او اللعبه الشعبيه الاولى بالنسبه للجماهير بهذا الوضع. تعال بقى للقرار اللي حاصل ده. هو حضرتك انت مش اعلنت في 8/1 جدول المباريات بالظبط؟ ماشي، والناس ساكته، ما نطقتش، لا الاهلي اعترض ولا الانديه الثانيه اعترضت. صح. في 9/2 نادي اعترض. قد يكون معه الحق ان هو عايز مبدا كاف الفرص ان هو ما يلعبش مبارياته الشريف مع الاهلي. اشمعنى اعترض دلوقتي؟ ما هو عشان الاهلي جه. ما انا بقى عايز اعرف عشان الاهلي جه، نوضح النقطه دي. الاهلي رجع، الاهلي كان فيه مجموعه اخفاقات سواء محليا او افريقيا. وكان الاهلي رايح، الاهلي مع التدعيمات وبتاع، الاهلي واضح، وده واضح تمام بدليل الجدول دلوقتي. ماشي، الاهلي رجع والاهلي بقى شكله كويس وماشي، والتعادل اللي حصل بين بيراميدز والزمالك ده اثر على مشوار الفريقين. ماشي، يعني خساره بيراميدز وتعادل الاهلي كان في صالح الاهلي. لا مش الاخير ده، انا بتكلم على تعادلهم هم اللي هو بينهم. بعد الموضوع ده حصل. ان المسؤولين عن نادي بيراميدز اعترضوا على ان الاهلي يلاعب بيراميدز قبل ما يلاعب الزمالك في الدور الاول. تمام، قد يكون معهم الحق، تكافؤ فرص ولا حاجه. وده بان حتى في بيان الاهلي اللي صدر في 10/2 اللي قال لك انا ما عنديش مشكله ان المباراه تتاجل. ماشي، لكن انت اجلت المباراه والجميع الاطراف موافقه، ايه اللي يخليك تقدم الكاس او تجيب مباراه الكاس قدامها هنا وانت عارف ان الاهلي قال لك انا مش عايز الحكايه دي؟ هل هو عند، يعني هل انتوا بتشتغلوا عند حد معين؟ يعني هل مصالحكم مرتبطه بمصالح حد؟ فتحس ان بص، يعني حضرتك مفيش قانون. يعني انا عندي مشكله كبيره جدا، ويمكن نفس الحكايه، احنا بنتعامل مع وكالتين للانباء. حضرتك بتعرف تعمل جدول الدوري او تقديم الدوري؟ ما تعرفش ان انت عندك حاجه من 13 وحاجه من 20 وحاجه من 23. عندي مشكله كبيره جدا، مش عارف اكتب الدوري، يعني مباريات او تقديم او الحاجات دي، عندي مشكله كبيره. ويمكن نفس المشكله بيقع فيها الاستاذ محمد في نفس الحكايه، وهو هناك مش فاهم، يعني هو هناك مش عارف ان ده ممكن يحصل في دولة كبيرة بنقول انها هتنظم أمم أفريقيا. ماشي، وصاحبة التاريخ الطويل في الكورة والأكثر تتويجا بأمم أفريقيا والآخر، وعندها نادي القرن والكلام ده. لما بيحصل دوت، مفيش دولة في العالم بيحصل فيها الكلام ده، مفيش دولة في العالم بيحصل ودوريات عدد الأندية اللي فيها أكبر، يعني دوريات عدد الأندية المشاركة فيها أكبر من 18، بيوصل ل 20 نادي، وعندهم أسابيع وعندهم دوريات، يعني الدوري الإنجليزي، دوري إنجليزي وبطولتين كاس في انجلترا، والناس بتشترك في دوري الابطال، والناس بتشترك في الدوري الاوروبي، ومفيش الكلام ده.
ليه بيحصل عندنا ده؟ سيبك من حكايه افريقيا دي والسفر، اه ممكن ده ياثر، بس ما ياثرش ان الجدول كله يبقى ياثر على ناديين طبعاً. لكن مش الجدول كله متبهدل، ما تعرفش يعني ايه اللي سبب في ان انا اجل مباراه بيراميدز والزمالك في الدور الاول؟ قال لك عشان الاهلي لعب بيراميدز الاول، الاهلي كان عنده ماتش في افريقيا، والاهلي كان عنده حريه كناكري، والاهلي ما اعترضش، والاهلي ما قالش اي حاجه، كله على المزاج. يعني انت عايز ايه؟ ماشي يا باشا. ليه؟ لان الناس دي مرتبط بالجمعيه العموميه، مرتبط ان ده صوت في الجمعيه العموميه في يوم من الايام هينفعه، خاصه لما يبقى نادي كبير ومؤثر ولو تاثيره في الجمعيه العموميه. فللاسف الشديد طول، وانا يعني وجهه نظري ان الانتخابات عمرها ما جابت الاصلح. والله الانتخابات عمرها ما جابت في الرياضه تحديدا، يعني عمرها ما جابت الاصلح للاسف. لا اللعبه قذره وديرتي وكل حاجه،